صراحة موجود حل. قلنا يا بس رح يكون صعب كتير وانت لازم تدوري عليه. بس خليني نبهك، إذا ما بتلاقي الحل ريشي بوقتها ممكن ما يرتاح بحياته بنوب. انت متأكدة انك رح تقدري تساعدي؟ ايه بترجاك قلي شو لازم اني اعمل؟ شو الحل؟ ما في غير حل واحد، انتو لازم تلاقوه ورح يكون صعب كتير تلاقوه. لازم تلاقوا الحل بأسرع وقت، وإذا ما لقيتوه احتمال كبير انه ابنكن يكون بحالة سيئة. هاي نصيحتي إلكن، هاي المرحلة من عمره صعبة وبدها اهتمام، لازم تنتبهوا. هو هلأ بحاجة لاهتمام ورعاية ورح يتعب كتير. الحياة مانا بهالبساطة أبداً، والمشاكل ممكن إنه تواجهه. لهيك بنصحكن لازم تلاقوا الحل بأسرع وقت إذا كنتوا بتخافوا عليه. طيب إذا بتريد حضرتك قلنا شو نعمل؟ إذا بدك يعني نعمل له كل شيء لازمه، المهم ابننا ريشي يرتاح. حكيم إذا بتريد قلنا نحن جاهزين نعمل اللي أنت بتنصحنا فيه. رح أعمل المستحيل، صدقني ما حدا غيري بيهمه حياة ريشي. الحل الوحيد هو زوجه ريشي وبأسرع وقت. نزوجه؟ قلت إنه الحل صعب بس نحن منقدر، يعني بصراحة فينا نزوجه بكل سهولة. كتير بنات حابين يتزوجوا ابني، مليون بنت بتوافق تتزوجه. انتو مو لازمكم مليون بنت، انتو بدكن واحدة من هالمليون بنت، ومن كل هدول لازم تختاروا واحدة مناسبة إلو. وكمان ما بتقدروا تطلبوا من ريشي إنه يتزوج أي بنت، لازم تكونوا حذرين. عم تفهموا علي؟ لأنه بصراحة صعب تلاقوا هيك بنت. هاي البنت لازم يكون عندها قلب صافي وتكون بريئة، إذا تزوجها رح تهتم فيه منيح. أنت بتعرفي منيح إنه عملنا كل شيء، بس ما كنت متخيلة إنه لازم ندور على البنت من بين مليون وحدة. ولهالسبب نحن نشرنا الخبر إنه عم ندور على عروس لريشي. مر علينا بنات كتير ونحن عم ندور، فكرنا لقيناها، بس المشكلة إنه الحكيم قالنا بوقتها. اهدي امي اهدي. ما في ولا بنت مناسبة من هدول، ولا واحدة من هدول رح تجيب له الحظ السعيد. شو قصدك من هذا الحكي؟ قدامك موجود معلومات عن كتير بنات، معقول ولا واحدة منهم؟ أنا كلامي كان واضح، قلت لكم في بنت واحدة من بين مليون رح تكون هي المناسبة، وصعب إنكم تلاقوها. طيب يعني أعطيني معلومات ريشي. يلا لحظة. شوف